ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فقد حلت الجماهير الجزائرية بأعداد كبيرة يوم الجمعة بملعب السلام بالقاهرة من أجل تشجيع المنتخب المغربي في المباراة التي جمعته بخصمه المنتخب الإيفواري ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة. وقررت جماهير الجارة الجزائر تشجيع المنتخب المغربي بعدما شارك المغاربة أمس الخميس في تشجيع المنتخب الجزائري، والذي استطاع التأهل للدور الثاني بعد الانتصار على المنتخب السنغالي. وتجد تدور الإشارة إلى أن جماهير مغربية أطلقت الأسبوع الماضي حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بالفيسبوك تحت شعار خاوة خاوة، وذلك للتأكيد على أن المغاربة المتواجدين بمصر قرروا حضور مباراة المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا من أجل تشجيع تعاليب الصحراء. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.